الو يا حسام بيه، ربنا يخليك يا رب. طب قولوا لي حضرتك، انا هحفظه 14 حارت تفرم ال30 يا ده العمرانيه. طيب عظيم، انا متشكر جدا يا حسام بيه، ربنا يخليك يا رب. على اتصال بقى باذن الله. طيب يا فندم، مع الف سلامه. متشكر جدا جدا، مع الف سلامه. لان انا وصل بالسلامه اهو. شفت بقى فايح ومروج وزي الفل. طب ما تديني حزمه بقى على ذوقك عشان ندلع الشمس. من عينيا يا غام. سلام عليك. هو ده اللي لبس التنينه اللي جابوه هنا ده. يا لهوي، هو لحق يعرف ولا ايه؟ مش ممكن. فين الصبح يا جزمه؟ دول متخوتين عليكي من صبحيه، ربنا مش عارفه لك طريق. ايه في ايه يا عبير؟ اديني متزفده في البيت اهو. راجل؟ راجل مين؟ ايوه مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاجه؟ اهلا وسهلا. حضرتك والده الانسه عبير مش كده؟ عبير مالها عبير؟ انا بنتي جرى لها حاجه ولا ايه يا بيه؟ يا لهوي، والمصحف الشريف انا قلبي واكني من صبحيه ربنا، وبقول استرها يا رب. مش عارفه حاسه النهارده كده يا حاجه. اهدي، مفيش اي حاجه، والله ما في اي حاجه خالص. انا بس كنت عاوزها في موضوع ضروري وما عنديش رقم تليفونها، فاضطريت ان انا اعدي عليكم. انا اسف جدا لو كنت عملت لكم ازعاج. لا مفيش حاجه، واضح انها مش موجوده. لا يا بيه، لسه ما جتش من بره. اكيد في الجورنال بقى، ربنا يعينها. طيب تيجي على امتى كده ان شاء الله يا حاجه؟ لو النبي يا بيه، ما اعرف لهاش مواعيد بنتي. هي سافرت الغردقه النهارده الصبح وما قالتش هترجع امتى. غردقه؟ ايوه يا ماما الغردقه. ما اصل في جماعه ارهابيين فجروا فندق هناك، فالجورنال بعتها تغطي الموضوع. هو مين حضرتك؟ انا الدكتور سليمان العريني. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. هي الانسه عبير عارفاني كويس قوي. انا كنت عايز اصلي اعمل اعلان عن المستشفى بتاعتي في الجورنال اللي بتشتغل فيه عبير، فانا قلت هي اولى بصراحه بالعموله دي. اصل بنتك دي جدعه وبنت بلد ودمها زي الشربات. هي اكبر من بنتي حبتين صحيح، بس والله فيهم من بعض. ربنا يخليك يا رب ويعلي مراتبك، والنبي انا ارتحت لك ودخلت قلبي كده وقعدت وربعت. ربنا يخليك يا حاجه، تعيشي. ربنا يحفظ لك بناتك وتفرحي بيهم عن قريب ان شاء الله. في حياتك يا رب. معلش بقى ما تاخذناش، مش عارفه اعمل لك كوبايه شاي تشربها، اصل ما فيش الا انا وهي هنا لوحدينا وابو عبير. تسلمي وتعيشي يا ست الكل، ربنا يخليك يا رب. اشكرك جدا، اعتبريني دخلت وشربت وخدت احسن واجب كمان. استاذنكم بس في رقم تليفون عبير علشان لما ترجع من الغردقه ان شاء الله اتصل بيها واظبط معاها ميعاد. اصل انا بصراحه حاجه يعني من ناحيه مستعجل على الاعلان ده، ومن ناحيه تانية مستخسر العموله دي تروح منها، يعني فيها مش اقل من 5000 جنيه. يا صلاه النبي، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. اوه اديني يا بنتي تليفوني الدين منور يا باشا، والله العظيم منور الحي كله. يا اهلا وسهلا بيك. اتاخر كده ليه ده؟ مصيبه لا يكون فش غله في البيت وامها ومسكهم رزعهم علقه موت. ما هو لاسع ويعملها. وخرج الاشكيف من البيت المخيف. اشكيف ايه يا زرقاء يا مقشفه يا بنت فاروق العجلاتي؟ بقى مفعوزه زيك، تعرف واحد قيمه وسيمه ودكتور قد الدنيا وتدارى منه؟ لا وايه، انا في الغردقه، اصل الناس بتفجر نفسيها. روحي الهي تفجر مخك يا بعيده. هيحصل وربنا هيحصل، ومخي هينفجر فعلا من تصرفات الراجل العجيب ده.
علالات ايه وخمسة آلاف جنيه ايه؟ يعني يا بنتي هو لا شتم ولا ضرب ولا لعن. يعني هو يعمل كل ده ليه؟ بعدين انا عايز اعرف انت عملتي له ايه عشان خاطر تترعبي منه الرعب ده كله؟ ده لسانه بينقط عسل ابيض. ولا ابتسامته اللي عامله زي الورد المفتح ما شاء الله عليها، الله اكبر. ما تفضلي حضرتك يا حاجه تروحي تكتبوا ايده بدل الشحتفه اللي انت فيها دي احسن. اتلمي يا بنت وقعدي كلي لك لقمه تسند قلبك بدل شحطات الشوارع اللي انت كنت فيها. اكل ايه؟ مش وقت اكل خالص، مش قبل ما احل اللغز ده الاول. مفيش غير الاستاذ جلال هو الوحيد اللي معاه مفاتيح الشخصيه الملخفنه دي. يا نهار اسود، 25 مزن، ومين الرقم ده؟ بنت يا سمر، هو الرقم اللي اداهولك الراجل مداخوليا ده اخره صفرين؟ وبعدين فيك يا استعبير، انا كنت ناقصك انت كمان يا سيدي. وانت مالك؟ يعني ايه وانت مالك يا شيناز؟ بقولك البنت مش دريانه بالوحش اللي سارح في جسمها وبينهش فيه من غير ما تحس. يا خرابي عليك يا سليمان، كده ما ينفعش يا حبيبي، حرام عليك نفسك، انت كده بتضغط على اعصابك بطريقه هتموتك ناقص عمر. محدش بيموت ناقص عمر. الله ينور عليك. شفت بقى الكلام؟ ايه شفت الكلام دي؟ هو حد بيشوف الكلام؟ يا سلام على خفه دمك كده وانت فاهم وبتستعبط. اللي انا اقصده بالظبط ان ما حدش بيموت ناقص عمر. يعني الامور اللي زي دي يا حبيبي لازم تتعامل معاها بحكمه شويه وبالراحه وعلى مهلك، لانك مهما عملت المستحيل مش هتقدر تغير حاجه في قدر اي بني ادم. والنبي صحيح، يعني انا اشوف النار بتولع في بني ادم واقف انا اتفرج واتامل، يا ترى ايه اللي ينفع معاه في الموقف البايخ ده؟ طفايه حريق ولا جرد الميه ولا اخلع من قدامه بدل ما احرجه؟ سليمان ما تسخفش كلامي، انا اقصد ان رد فعلك كان عنيف جدا. خلاص انت عرفت الخبر من سهام او من غيرها. طب يا جماعه حد يشوف طريقه نوصل بيها للبنت الغلبانه دي ونبلغها الخبر بالراحه ونشور عليها تعمل ايه وتروح لمين ونوصي عليها اكبر استشاري اورام في مصر كلها. يا سيدي مش تكهرب المستشفى قوي كده وتبهدل الناس اللي شغالين عندك وتفرجهم عليك وانت منهار بالشكل ده وتجيب عنوانها من حرس الوزير وتجري وراها في الحواري. سليمان انت دكتور كبير قوي ومطالب انك تحافظ على شكلك ومركزك زي ما بتخاف قوي كده على الناس اللي حواليك. زودتها انا شويه. تو ماتش، انت بهدلت الدنيا يا سولي. يور كريزي يا حبيبي. والله ما عارف اقول لك ايه يا شاهين، ساعات بحس ان انا واهم نفسي بمعاني عبيطه مش موجوده غير جوايا انا بس، زي الرسومات اللي كنت برسمها وانا عيل في المدرسه ومدرس الرسم يقعد يتريق عليا في وسط العيال. عبيط يا ده يا سليمان، يا ده في شجره بتتكلم، يالا انت مجنون يا ده يا سليمان، في مخلوق في الدنيا نصه التحتاني بني ادم ونصه الفوقاني حمامه؟ لا 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 يا حبيبي، ما تقورش الحكايه جواك للدرجه دي وتتهم نفسك بحاجات مش لطيفه. انت زي الفل واحسن من الناس دي كلها. النبي صحيح. اه والله، يعني مفيش اي حاجه تقلق؟ نذر، الحكايه انك مختلف شوية، كهربا زيادة عندك حبتين. كهربا زيادة؟ يعني مش محتاجين جراحة ولا كيماوي ولا أي حاجة كده؟ خالص خالص، كل الحكاية إنك محتاج تاخد شاور دافي كده جميل وتعمل حمام كريم لشعرك السريالي ده وتتدفى كويس. تعال بقى واسمع الكلام. عارف يا شاهين، أكتر حاجة بحبها فيكي إن ساعات بتبقي عارفة أنا عايز إيه مع إن أنا نفسي ما ببقاش عارفة. مش بقولك إن أنا بحبك أكتر من نفسك؟ صراحة